اسمي سالم موسى عيسى الكديكي، الآن حاليا مفتش تربوي بنغازي. أنت توك أخرتيني إلى زمن بعيد، فترة 37 سنة. وقتها كنا طلبة، أنا كنت طالب في المدرسة الثانوية، وأذكر في ذلك اليوم هو كان يوم 4 يناير 1976، وقتها كنا طلبة. ففي عند الاستراحة الفطور هي حوالي الساعة 11 كانت أو 11 الأربعة، طبعا معروفة. فكان فيه طلبة، قال لي راهو فيه ناس جونا من الجامعة، من طالبات طلبة، يبدو أنهم مبعوثين أو مفدين للمكان يعني. وشين القصة؟ قصة أنهن طلبة الجامعة خارجين مظاهرة معتصمين على أشياء سائرة، فلازم نمشي نتضامن معهم ونلتحق بهم. تفاصيل أو ليش والأسباب ما كناش عارفين، لأن الطالب صراحة احنا كنا طالب الثانوي ما نعرفش تفصيلات يعني، لكن كخروج تضامن طالب مع طالب والناس انت عارف شباب. فالتقينا وكان المنظر بصراحة رهيب مدهش، حوالي تقريبا طلبة وطالبات من الجامعة، وكانوا يحملوا صورة الشيخ شجاع المختار، وكانوا خارجين في الأمام، وكانوا يبدو تقريبا ما بين 3000، لأن الشارع كله مليان. وبدأوا في إلقاء الخطب ويعرفوا شنو الحدث معهم، فكانوا يحكوا طبعا على هذا ما حدث معهم هم في الجامعة. عرفنا نحن شنو سائر معهم اليوم اللي قبله، كان فيه صار في صدام ما بين الطلبة، وكان طبعا لأن ما فيش وسائل إنترنت ولا معلومات ولا كذا، فسائر في مشكلة أساسا. فجأة بدون سابق إنذار، يعني لو إن سيارات الجيش، كان زمان الحرس الجمهوري وكان بالآمر على الجمهوري، فدخلوا طوقوا الميدان وفاجأونا يعني. وهو بدون سابق انذار بدأت الضرب. أول مرة ذاك الوقت نسمع الرصاص، وكان يجاوب تسمع في المكان ميدان في داخل المدينة يجاوب الرصاص. كان هو الضرب معناها على مستوى القلب والصدر، إذا هذا يعني ضربة متعمدة. بعدين أنا عرفت يعني مش في الأول، لكن فيه واحدة من الرصاص كانت محظوظ في ضربة الرصاص اللي في رجلي. أنا زمان إحنا كنا زمان كانت في موضة بتاع الشباب نلبس الكعب العالي، بعض اللي من الأمام ومن الخلف، كانت الشباب يلبسوا الكعب العالي والبنطلون الواسع، الفترة كانت موضة. فيبدو أن الرصاص هذه لما دخلت خذت جزء كبير من الكعب، خذت فكانت سطحية في ما بين الأصبعين في الرجل. فهذه يمكن كانت حظ بالنسبة لي أنا، مش أوقعتني على الأرض، وكان بدون أي طريقات إسعافات أولية، فكان الدم ينزل ويجربية في الشارع. إلى أن وصل سيارة بعد ذلك كان يشاروني إلى المستشفى الجلاء، ودخلت على طول العمليات، وانتشر يعني حدث الطلاب. إلى أن انتهى بعد سنة تم سجن واحدين بالحكم بالمؤبد من الطلاب، وخلصت العيان للناس جميعا إعداد مشنقتين في أول مرة في وسط الميدان بأشبه بالمشانق متاع الإيطاليين أو الأمريكان في الأفلام القديمة. شباب ما مصنوع وين وكيف، ومش حدش عارف. تفاجأت الناس بأن المشانق موجودة وعلق فيها الاثنين، فكانوا من تم تنفيذ حكم الإعدام، فهو محمد الطيب بن سعود وعمر دبو. وجثث طولت إلى 6 ساعات إلى الغروب تقريبا، وكان أمر قاسي وصعب كان على بنغازي وعلى الليبيين.